عليكم، سأقدم نفسي. اسمي ملكة، عمري 11 سنة، أدرس بالسنة الخامسة بمدرسة الحرية بالمقنين. سوف ألون معكم هذه التحفة التي على شكل حصالة، وسأستعمل قشور البيض التي صبغتها باللون الأخضر واللون الأصفر والزهري واللون الأحمر والبنفسجي واللون الأزرق، واستعملوا الألوان المائية وفرشاة الألوان المائية. سأستعمل الألوان المائية باللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأخضر والأسود والأبيض. فأنا سأشارك معكم في مسابقة فخار بلادي، فهيا تابعوني. امتلأت حصالتي يا جدة، فتعالي نحصي ما فيها. مهلا، سوف أحكي حكاية تجد الحكمة بمعانيها. في الصيف النملة تتعب، والصرصور يغني ويلعب، تخزن قمحا في منزلها. شتاء تجد النملة ما تأكله، أما الصرصور المستهتر فيكاد الجوع يقتله. وحين يصير الفصل شتاء تجد النملة ما تأكله، أما الصرصور المستهتر يقتله. حلوة، لكن أين الحكمة؟ إن الحصالة يا جدة تنفعنا في وقت الشدة، فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. يا جدة، فتعالي نحصي ما فيها. مهلا، سوف أحكي حكاية تجد الحكمة بمعانيها. في الصيف النملة تتعب، والصرصور يغني ويلعب، تخزن قمحا في منزلها. فلا يتعب وعو يقتله. حلوة، لكن أين الحكمة؟ إن الحصالة يا جدة تنفعنا في وقت الشدة، فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. لكن أين الحكمة؟ إن الحصالة يا جدة تنفعنا في وقت الشدة، فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. تنفعنا في وقت الشدة، فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. فالحصالة عند الضيق سوف تجدها خير صديق. يوم أعطاني مصروف أكثر من كل يوم، شوف يا محسن شوف
أنا فرحانة أنا فرحانة أشكر بابا عليها، بس ما أدري أنا حيرانة شو رح أسوي فيها. أنا فرحانة أنا فرحانة أشكر بابا عليها، بس ما أدري أنا حيرانة شو رح أسوي فيها. لا 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 لا. أيوة أنا اتذكرت عندي حصالات فيها اللي وفرت وفيها العيديات. أيوة أيوة أنا اتذكرت عندي حصالات فيها اللي وفرت وفيها العيديات. رح أخبيها رح أخليها معهم يبقوا أكثر، لما أبيها رح ألاقيها وقيمتهم كذا أكبر. رح أخبيها وخليها معهم يبقوا أكثر، لما أبيها رح ألاقيها وقيمتهم كذا أكبر. لا 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 حبيبي. اليوم أعطاني مصروف أكثر من كل يوم، شوف يا محسن شوف شوف. بابا حبيبي اليوم أعطاني مصروف أكثر من كل يوم.